أفراد أسرته وبقدم عزاء لكل أسرة الأخبار وأخبار اليوم. الراحل الكبير الكاتب الساخر أحمد رجب ما قدرش يتحمل أكتر من شهر لنصه الثاني أسميه، وطبعا رحل بعد فترة مرض، وفي نفس الوقت عطاؤه الجميل بنص كلمة خاصة اللي محدش ينساها من الشعب المصري، اللي كان كل شعب مصري كان يحب يقراها، يقرا الصفحة الثانية بسببها ويقرا آخر صفحة عشان أستاذ مصطفى حسين. طبعا بثابت أثر كبير، لأنه كان إزاي عن طريق هذه نص كلمة بيعبر عن نبض الشعب البسيط، المواطن الغلبان، المواطن المطحون، وكان بكل جراءة يقدر كمان ينقد المسؤولين اللي هم كان في فساد أو أي شيء. فأنا بقدم عزائي مرة أخرى لكل أفراد أسرته. شكرا جزيلا.